السلام عليكم، كي دايرين الاخوان؟ بخير، صحه، لاباس؟ تمنى من الله تكونوا بخير نتوما والطويرات والعائله. معكم اخوكم زكريا كالعاده. اخوان، اليوم اخترت لكم واحد الفائده وهي ما يخص نبات الخبيزه. كما تشاهدوا الاخوان، هذه نبات خبيزه وكاين فيها الصغير، هاي تكون باقي صغيره يلا طالعه، وهذه كبيره، هذه سوف النمو ديالها، وهذه باقي يلا جايه صغيره على هاد الشكل هادي. وسبحان الله العظيم، يعني بالنسبة للفوائد ديالها والقيمة الغذائية ديالها، هي تعتبر غنية غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات. منها الأملاح المعدنية يعني تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم وعدة أملاح معدنية، وعلى السيلينيوم، مادة السيلينيوم مادة مهمة بالنسبة مع الفيتامين او، تعطينا تركيبه جميله ما شاء الله. وبالنسبه للاخوان، تعمل نبته الخبيزه على تعزيز صحه جهاز المناعه وتقويته من خلال خصائص مضادات للبكتيريا والفيروسات، خاصه في الفصل اللي فيه هو فصل الشتاء، وهي جد جد مفيده للطيور. تعد مضاد للالتهابات من لدغات الحشرات، يعني الطائر لا لدغاته شي حشرة مثل يعني الذباب أو حشرة اللدغة، تنقدموا ليه هاد النبتة يتناولها ونشدو ديك العصارة ديالها وتنديروا ليه كمرهم في المكان اللي فيه الجرح أو فيه مشكل جلدي، علاج مشاكل الجهاز الهضمي، يعني تساعد على تليين الأمعاء وتسريع عملية الهضم، وغنية غنية بالمواد مضادات الأكسدة التي تحارب جدار الحرة التي تسبب لنا عدة أمراض خطيرة. يعزز التهابات القصبة الهوائية في هذا الفصل، يعني فصل الشتاء وفصل البرد، ويمنح الطائر يعني نشاط وقوة، وغني هو بفيتامينات بحال الفيتامين أ والبي والسي، خاصة السي الذي يعطي الطائر واحد النشاط، واحد يعني واحد الحمولة، أنه تسرع الدورة الدموية ويمنح كريات البيضاء النشاط، مما يجعل النشاط في الطائر ويساعده كذلك في تطهير الأمعاء وتطهير الكبد. يعني الإخوان، بالنسبة لهذه النباتات البرية حاليا اللي كاينة متواجدة، كما تشوفوا اللهم بارك، كاين عدة انواع النباتات وان شاء الله غنتكلموا عليهم، هادو كاملين تتناولوا الحسون ويعشقوها. يعني اللي بغيت نقول الاخوان ديالي، ما نحرموش الطويرات ديالنا من هاد النباتات، خاصه في هاد المرحله هذه، ونقدموها للطائر. انا الطريقه كيفاش نقدمها، تنعطيهم يعني ورقه للواحد، تنقدمها للطائر تتناولها مده جوج مرات في الاسبوع، راه كافيه. وهي سبحان الله لما سميت بالخبيزه، لان الشكل ديالها بحال الخبزه، سبحان الله الشكل ديالها دائري مثل الخبز. والطائرة تتناول يعني النبات ويتناول هاد الأغصان، وحتى تدير الأزهار ديالها راه تتناول، تدير واحد الأزهار بنفسجية. هانتوما كما شاهدتوا الإخوان، يعني أنا نقدمها للطويرات، أنا قطفتها من الجردق، جبت حيدتها من الجردق، أنا نقدمها للطويرات. والطريقة اللي تنقدمها ليهم، هنعطيك مثال الإخوان، نعطي الإخوان ديالي واحد المثال، هاهي ورقة بحال هذه. غادي نخاف شوية من التليفون، ولكن ماشي مشكل، عقبال خوتنا راه حنا نتولعو هادشي اللي كاين. هات نقدم هاد الطائر في هاد الشكيلات، نلصق عليهم هنايا صافي، تنخليها لي صافي، راه تيتناولها بشراهة. أنا نقدم هاد الطويرات وأنا مع خوتي. هانتوما كيما تتشاهدو الإخوان، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هاهما بداو في العدل العكسي، إن شاء الله بارك، هاهي مشات لها الذكر، اللهم بارك، ذكرتها اللهم بارك، الأنثى راه تهبط ليها ما تقدرش تحمل، وطوير هاد الوليدات اللهم بارك. يعني هنا اللي بغيت نوصل الإخوان ديالي، ما نحرموش من الطويرات، وهي جد 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 مفيدة للإخوان. عرفتي تقول هادشي اللي كاين اللي تنخدم، تنتقاسمو مع خوتي، ما تنخبي عليكم والو، هذا هو النمط اللي غادي مع الطويرات. النباتات البرية، فواكه، خضار، بيض مسلوق بلدي، دود قبابلة توفر، حبوب متنوعة، دوش تشماش، اللهم بارك وزيد في ذلك واحفظنا من المهالك.
راه غنية غنية وفيها عدة عناصر الإخوان بالنسبة للمضادات الالتهابات في الفصل للخريف وفصل للشتاء، وهذا هو التطهير، هذا هو اللي تنعتبره إخوان التطهير الطبيعي، هو هذا التطهير الرباني اللي وضعه الله عز وجل في الطبيعة اللي تتناوله الطيور. أنا غادي مع الإخوان مع الطيور ديالي كالطبيعة، تنحاول نحاكي الطبيعة بما استطعت، حبوب متنوعة، خضر وفواكه، وهذا الشيء اللي كاين الإخوان. وإن شاء الله يكون الخير. ومعكم أخوكم زكريا، وديما الحمد لله التربية الطبيعية، والتربية الطبيعية إخوان تتوصل، إنسان يصبر يتعلم على نمط العيش ديال الطائر، وإن شاء الله راه ينجح في تربية الطيور ديالو. ونهاركم مبروك، والله يسر الأمور، واللي ما واضحاش شي حاجة يكتب لي تعليق راه نجاوبو. مرحبا وألف مرحبا، عندك شي سؤال إخوان، عندكم شي سؤال مرحبا تفضلوا سولوا أخوكم زكريا بما علمني الله نجاوبكم. والله يسر لكم أمور، ونهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.